فاكرين من 10 سنين نزلنا غيرنا التاريخ في يوم 30. فاكرين يا مصريين كانت بلدنا قبل يونيو رايحة فين؟ مصر فين؟ شايفين بعدين التغيير، جهد وصبر وشغل كتير، 100 إنجاز وفي كل مجال. الشعب وقف واختار، جه بطل واتحدى النار، خد اقوى واغلى قرار، رجع مصر لاولادنا. وقفوا بكل شهامة، ساب جوا تاريخنا علامة، قال مصر لازم تتغير، وحلف لا يعيد امجادها، وحلف لا يعيد امجادها. مصر فين؟ شايفين بعنينا التغيير، جهد وصبر وشغل كتير، 100 إنجاز وفي كل مجال. الشعب بكل طوايفه حس بإنجازه وشايفه، لسه هنبني وهنكمل في بلدنا، الخير هيزيد دايما باصين قدامنا، هنحقق سوا أحلامنا، ده بكل وضوح قالها لنا، نقدر لو إيد في الإيد اخترنا نعيش في تحدي، مع بعض قدرنا نعدي، ولا حاجة في يوم هزتنا، اللي حصل كان إعجاز، قلنا هنعمل وعملنا بإيدينا وإيد أبطالنا، شايفين بعنينا بلدنا، إنجاز بيجي بإنجاز، إنجاز بيجي بإنجاز. مصر فين؟ شايفين بعنينا التغيير، جهد وصبر وشغل كتير، 100 إنجاز وفي كل مجال. أحوال